المهرجان الأضخم يطوي صفحات عروض وفعاليات الإبل في ميدان مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته السادسة، ويتوج حضوراً في جميع منصات التواصل الاجتماعي يصل إلى أكثر من 500,000 انطباع لجميع شرائح المجتمع، بأكثر من 500,000 متابع عبر منصاتنا الستة. لننقل لكم الحدث لحظة بلحظة بأكثر من 6,000 تغريدة، 10,000 صورة ثابتة، 10,000 مقطع مرئي، 2,500 تصميم، وإنتاج 1,000 مادة ما بين قصة ووثائقي تجاوزت مشاهداتها 60,000,000 مشاهدة على مدار أيام المهرجان، شملت القصص والفيديوهات الوثائقية. شهد المهرجان نقلات نوعية على مستوى الأشواط المستحدثة، فكان للنساء نصيب في المشاركة في أول شوط نسائي بالكامل، وكذلك المنافسة الدولية كانت في ميدان المهرجان، ومسابقة شداد أشعلت ميدان المنافسة، الأمر الذي حقق أكثر من 250,000,000 زيارة لحساباتنا المختلفة، بأكثر من 500,000 إعجاب وقرابة 1,000,000 تعليق. كنا معكم بالقرب منكم، وشاركناكم اللحظة عبر سناب شات بأكثر من 7,000,000 مشاهدة لعدساتنا المختلفة، وأكثر من 6,000 مادة مرئية منشورة من الميدان إلى شاشة هاتفك، لقاءات وتصريحات من أرض الحدث الأضخم للإبل في العالم. ولأننا نرغب في الوصول لجميع الفئات العمرية المختلفة، بأكثر من 200,000 إعجاب ومشاهدات تخطت 4,000,000 مشاهدة، أثبتنا حضورنا على منصة تيك توك. إرثنا يستحق أن نفخر به، وبالأرقام يثبت أنه الكرنفال الأضخم. 45 يوماً من الصياهد، 45 يوماً من الشموخ، من الوفاء، من الفخر، 45 يوماً من التقنية، 45 يوماً من البادية إلى العالم.